في التحليلية: تحذيرات من استشهاد الأسير خليل عواودة في أي لحظة وسط تلكؤ الاحتلال في الإفراج عنه. الصدر يدعو إلى حل البرلمان ضمن سقف لا يتعدى الأسبوع المقبل، والإطار التنسيقي يؤكد على ضرورة احترام المؤسسات. إلى أين يسير العراق؟ أكثر من 300 مثقف تركي يحثون المعارضة على منع العملية العسكرية المحتملة شمال سوريا، هل من تأثير؟ وفي قضية اليوم: الكتاب الأبيض الصيني في نسخته الثالثة، قضية تايوان وإعادة التوحيد الوطني في العصر الجديد، كيف ستفعل بكين ذلك؟ التحليلية تأتيكم يومياً الساعة 6 مساءً بتوقيت القدس الشريف.